منظمة حقوقية كان تحريتوا في القضية ديال الموضوع ديال نجم الساء اللي كان أثار الجدل، خرج واحد البلاغ اللي هو بلاغ زائف. سي إدريس شنو معطيات عندكم حول هذا البلاغ اللي كان خرج واحد البلاغ زائف؟ أولا قبل كل شيء شكرا ميديا لايف، كنشكركم على التواصل، كنحاولوا أننا دائما نكونوا في قلب الحادث، نكونوا مع المواطن، حيث ملي كنقولوا شي حاجة اللي كتعلق بمسائل أو وسائل كيستعملها المواطن إلا وكنتحروا فيها الحقيقة. هما عدد ديال الأمور اللي كتخرج في مواقع ديال التواصل الاجتماعي أو اللي كتنشر في مواقع ديال التواصل الاجتماعي، وكاين حتى بعض الجرائد الإلكترونية اللي سامحها الله يعني كتنساق وراء أي خبر تافه ولا تائه في مواقع التواصل الاجتماعي إلا كيديروا له ضجة. هنا كنبغيو نقولوا لهم ترياتوا ولا تتسرعوا، كنقول لهم بهذه الطريقة هذه وما عارفين شنو كتعني. الإنسان ما يبقاش يزرب، نتقصى الحقيقة، نعرف المصدر واش موثوق منه أو لا، نعرف واش فعلا أن هذا القرار كاين أو لا ما كاينش، إلا كانوا الأحاديث النبوية الشريفة وفيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموثوق به وفيها المستحسن وفيها المستحب وفيها بمعنى راه ماشي اي حاجه تقال راه صحيحه. نحاول انا كصحفي او كاعلامي او كمواطن عادي ما نخرجش شي خبر او شي كلام وانا ما عارفش عليه حتى شي حاجه. نحلف عليهم بالله ما كيعرفوا شي حوايج وكيخرجوا كيبقاو يهضروا ولا كذا، وفي الاخر يقولك انا شتا في موضع فلان فلاني. لا ماشي معقول وماشي من 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 صواب. والاشاره السي ادريس كان خرج واحد البلاغ انه كيحمل نقولوا الشعار الهويه ديال وكاله تقنيه المواصلات، كيقول انه تم التوقيف ديال العرض نجم السته. غادي يتم التوقيف ديالو ماشي شنو غادي يتم التوقيف ديالو في شهر اكتوبر. وهذا البلاغ السي ادريس كان كاذب. هذا البلاغ من ربما كنتي حاضر معايا فاش تواصلت مع الوكاله. فعلا للاسف الشديد حنا جينا في هذه العطله ديال عيد الاضحى المبارك اللي كنبغيو نباركوا فيه المواطنين جميعا هذه المناسبه والشعيره الدينيه، وكنباركوا فيه حتى لجميع مكونات ديال الدوله وحتى جلاله الملك نصره الله وسائر الاسره العلويه. ملي سولنا ذاك الشخص اللي جاوبنا في الهاتف للاسف الشديد ليست له صراحه. هنا 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 في كيبان هنا في كتبان الواقعيه وكل واحد من الموقع ديالو. السيد ولو انه خدام في هذيك البلاصه ويعني مولين بالمعلومات ولكن ما يقدرش يعطيك شي معلومه، تواصل اخويا معنا النهار اللي كتكون الخدمه وان شاء الله غادي نحولوك للمسؤول اللي غادي يقدر يصرح ليك. هذا هو مربط الفرس. وبالفعل من بعد منها خرجت حتى في سميتو وسقسينا ودخلنا قلبنا ولقينا على انه بلاغ لا صح لا 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 اساس له من الصحه، وعلى ان المروجين ديالو مع باقي لحد الساعه والكامل الاسف ما عرفناش شنو هو السبب ديال الترويج ديال الخبر هذا. ان دل فانما يدل على ان هناك متربصين بالوضع الاجتماعي المغربي وكذلك بالامن المغربي، حيت هذا غيخلق ضجه. حيت هاد النجمه السته شكون كيستعملها؟ واش غيستعملها شي واحد دو مالي؟ راه ما يستعملهاش، راه كيستعملها دوك الدراوش اللي ما فحالوش عنده 30 درهم كيمشي كيدير ديك النجمه السته كيبقى يتواصل مع العالم الخارجي، منها كيخدم الواتساب، منها كيخدم تيك توك، منها كيخدم الانستغرام، منها كيخدم الواتساب وفيسبوك، يعني كيحاول يتواصل حتى هو. مساله ديال الترفيه وكذلك مساله ديال انه ياخذ الخبر يعرف الاخبار ديال 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 اللي كتخرج في المغرب اللي كتخرج خارج المغرب. ولكن مع كامل الاسف كنلقاو على ان بعض المواقع الاجتماعيه تروج للاكاذيب والاشاعات التافهه. يعني حتى هذاك الشخص اللي ما غاديش نسمي اللي كيقلب على انه يحارب هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي في هذه الحاله هذه عنده حق، حيت وليت كتطلق اشاعه على الخوا الخاوي، فتنه كتخلق فتنه، والفتنه اشد من القتل. راه فتنه
ملي غتنوض غتقول للمواطنين على ان الاتصالات وكذا وهذه الى اخره، وغتدخل في كلمه اللوبيات وكذا ومافيا ديال هذا ومافيا ديال كذا، وسميتو بغاو يحيدوا لنا هذيك ديال التواصل الاجتماعي، كاين اللي غيمشي ابعد من ذلك وغادي يفسرها على انها سياسه ديال الدوله والقمع وكذا والتهميش وهذا، وحنا في دوله الحق والقانون، دوله دستوريه، دوله اللي كتامن بالدستور وما جاء في الدستور، دوله برلمانيه ملكيه. وسيدي القانون واش كيعاقب على الاشاعات؟ بطبيعه الحال بطبيعه الحال كتسمو وشاية كاذبة، فيها الإغراض، فيها التحريض، فيها يعني زعزعة ديال الاستقرار، فيها بزاف د الحوايج. وسي دريس الرسالة ديالك دوك الناس اللي كيشيخوا أي حاجة كيشوفوها بغيتهم يتأكدوا من المصدر ديالها. دي الرسالة ديالنا غادي تكون دوك الناس كيروجوا بعدا. هادوك اللي كيروجوا بغينا نعرفوا الهدف ديالهم من وراء هاد الشعب المغربي. شنو هو الهدف ديالكم اللي كتطلقوا بحال هاد الإشاعات؟ شنو بغيتو زعما؟ بغيتو نوليو بحال فرنسا حاليا؟ بغيتو نوليو بحال ديك الدول اللي غير مستقرة؟ لا، حنا كنعمو بالاستقرار. حنا عندنا الحمد لله القناعة على أن الاستقرار ديال البلاد من أهم الأمور اللي كنبحثو عليها، كنبحثوش على الفوضى. راه كيستغلوك جميع المناسبات، استغلوك العيد الكبير، حكا ودارو، راه قالو دخلوا هذاك الحولي ديال الصبليون وراه خزنوه باش يخدموا به في الاعراس ويخدموا به في هذا ويخدموا به. خصنا نمشي نسولنا كزاره، سولنا هاد صحاب هاد لي تريتور بهاد اللغه هادي باش نتفاهموا، ما نقولوش مولي الحفلات كلمة ما يفهمناش. هاد لي تريتور ما يخدمش لينا حنا بهذاك الحولي، هذا الشيء ما كيخدمش لينا، حنا عارفين شنو كيخدم لينا كنخدموا به، يعني كيخدموا بالحوليه كتسلكهم وكتخرجهم. حتى الكزاره بوصوا من يسولنا وقلنا لهم ودي لي تريتور زعما واش عندهم ربح في ذاك الحول؟ قالك لا ما عندهمش ربح، لا حنا لا هما. لهذا كنبغي نوجه رساله لهاد الناس اللي كيستغلوا الظرفيه اللي كيعيشها المواطن المغربي ويخرجوا باشاعات وباغراضات خطيره ممكن انها تسبب في واحد الانفلات فكري، انفلات اجتماعي، وربما يوصل لانفلات امني. حيت راه المغربي راه كما كنقولوا ونعاودوا، ضربوا جيبوا ما يسكتش. هذيك النجمه السته كتنفع المغاربه في التواصل مع بعضياتهم. كاين اللي ما فحالوش، ما عندوش كيفاش يدير تيشارجي ديك المكالمات، داير هو والعائله ديال كاين اللي برا مع ولادو، كاين خارج ارض الوطن مع ولادو. ديك النجمه السته نافعه كيتواصل مع ولادو، كيشوف وليداتو، كيشوف مرتو، كيشوف عائلته، كيشوف طريقته. يعني باتمو على ان الدوله غتفكر على انها ربما تقدر تكون هناك شي امور اخرى، يعني التقنين ديالها بشي اطار اخر، ولكن الالغاء هذه مساله تسويقيه كيسوقوا لها لهذيك الجهه اللي كتقوم بها حسب البلاغ وحسب ما جا في البلاغ. كيقول لك تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الوكاله الوطنيه لتقنين المواصلات تفند ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عرض نجمه سته. الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيان صادر عنها يوم السبت 1 يوليوز الجاري يعني 2023 تؤكد فيه أن المعلومات الرائجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، هذو راهما اللي كيقولوا بنفوسهم، حول اتخاذها على الوكالة اتخاذها قرارا يتعلق بخصوص تسويق بعض شركات الاتصالات للعرض الترويجي نجمة 6 غير محدود لا صحة لها. هذا راه بلاغ، راه ما يمكنش غادي يخرجوك بهذا البلاغ وكذا، وجاو قالوا وفي إشارة منها في نفس البيان، هذه راه الوكالة، إلى أن قراراتها وبياناتها الصحفية تنشر على مواقعها الإلكترونية www.anrt.com وعلى قنوات التواصل الرسمية التي تستخدمها. ماشي أي واحد غيكتب لك شي حاجة تثق به، الصورة ممكن يجيبها من جوجل، يدخل جوجل وياخذ ديك الصورة ديال ديك النجمة ستة وهذه وطاطا ويزيد عليها ويكتب فوتوشوب موجود ويقوي عليك قوة البلانات وقوة الغوت وانت غتصدقوا. الحاجة الأخيرة وهي أن هذوك الناس اللي كيصدقوا أي كلام تقال راكم كتعيشوا نفوسكم في خطر، كتوليوا ضحية لواحد الجهة معينة. راه كاينين الناس اللي عندهم أغراض، كاين اغراض ارهابيه، كاين اغراض طمعيه، كاين اغراض سياسيه، كاين اغراض اقتصاديه،
كيستغلوا الودن ديال هذاك المواطن اللي دغيا كيسمع الحاجه ويتيقها. لا، وان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هادي نجي نتبين، نسول اهل الاختصاص، نسول الناس. دابا الحمد لله قالك اللي بفمه ما يتلفش، علاش سيدي انا غادي نتيقو؟ نمشي نسول المصدر بنفسه. ندخل دابا غير الانترنت غتجبد المصدر من كيخرج، وغتعرف شكون هو اللي غادي يعطيك الحقيقه. وتحيه لكم والسلام عليكم.